وضع أرسنال هذا الموسم نقطة واحدة من تسعة كابتن، ليس هذا الفريق الذي ممكن أن يقاتل على بطولة الدوري والتي غابت عنه لسنوات طويلة، واليوم هو يصطدم مع فريق متجدد متغير يلعب بكل الاتجاهات ومن أفضل الفرق يا كابتن في العودة في المرتدات هذا الموسم. خلينا نتفق أن كل فريق في خلال الموسم بيبقى له فترة فراغ، ربما ممكن شهر اللي فات هو شهر فراغ أرسنال. تكلمت طارق عن مانشستر سيتي قبل كأس العالم الأندية وبعد كأس العالم الأندية، كان نفس الدروب، نعم، نفس فترة الفراغ، بس رجع بإيه؟ رجع بسرعة بانتصارين. أيوة، فالضروري أو الطبيعي أو المتوقع بالنسبة لأرسنال أنه يرجع بسرعة، وترجع بسرعة قدام فرقة كبيرة وفي بطولة مختلفة، ممكن يبقى لك بداية انطلاقة أخرى للفريق. إيه اللي اختلف عن أرسنال الموسم الماضي عن الموسم الحالي؟ أولا الفريق في نفس المستوى ونفس في الدوري، أقل بعشر نقاط، تمام، كان 50 نقطة دلوقتي بقى 40، 8 أهداف أكتر الموسم الماضي، هذا الموسم أقل ب8 أهداف، استقبل أكتر ب3 أهداف، يعني استقبل هذا الموسم 20 عن الموسم الماضي ب3 أهداف زي. هذا الموسم 20 مستقبل فكل الخطوط بالنسبة لأرسنال بتعاني. غير كده اللعيبة مرهقة قدامنا، ده من اللعيبة الخمسة يا كابتن طارق، هو ورايس وصليبة لعبوا أكتر من 2000 دقيقة في خلال هذا الموسم. تعرف كم لعيب في ليفربول اللي هيلعبوهم لعيب عدى 2000 دقيقة لعب؟ هو لعيب واحد بس، صلاح، الباقي صليبة، الرايس، ساكا، مارتينيلي، العديد من اللاعبين خلال هذا الموسم لحتى هذه الفترة عدوا 2000 دقيقة، ولكن تحس ان الفريق مرهق نوعا ما. غير كده بقى لعبه محفوظ هجومية، الفرق بدأت تقفل عليه كويس وتبقى تعرف مفاتيح لعبه فتتعامل معاه كويس. هل بقى في حل خلال شهر يناير بره المجموعة دي يا أرتيتا؟ لازم تجيب ولقال تجيب رقم تسعة يجيب لك أهداف، ممكن بجيسوس وساكا مارتينيلي تنافس، إنما مش بالثلاثي ده أو من غيرهم تفوز بالبطولات، يوصلوك لفترة ما تنافس عليها. الحل رقم تسعة مختلف يجيب لك 20-25 هدف. تسعة زي مين يعني كابتن؟ عنده أوسيمين، أدي واحد، إيفان توني، إيفان توني يجيبه، إنما لو هو عايز إيفان توني هاته. تسعة مختلف يجيب لك أهداف، لأن جيسوس مش تسعة صريح تاخد بيه بطولات دوري ولا تشامبيونز ليج. ماشي، أنا كنت هرد عليك الكابتن أنك تتعادل مع ليفربول 1-1 طبيعي، فريق منافس لك، إنما تخسر من فولام وويستهام، فرق ليست منافسة بالنسبة لك في الدوري، هذا الأمر اللي هو غير طبيعي بالنسبة لأرسنال. قلت لك مروا في فترة فراغ، صحيح، وكل منافس أو كل دوري أو كل فريق هيمر في فترة فراغ، السرعة أن أنت تخرج من فترة فراغك دي. بس ممتاز، بس الطقم البنفسجي مختلف على ليفربول، الطقم البنفسجي لون جميل، ناقص صلاح، بس ناقص ليفربول صلاح وفان دايك وسوبوسلاي. أيوة. امتى ارسنال بقى يكسب ليفربول؟ دي فرصه، اعتقد ان الفريق ممكن يعود للمسار الصحيح بعد سلسله الهزائم والنتائج السيئه. اعتقد دي فرصه لارسنال يا طارق انه يقدم الشكل اللي تعودنا عليه من ارسنال الموسم الماضي، حتى في بدايه هذا الموسم رغم التغيرات الموجوده في التشكيله، انما اعتقد ان بغياب فان دايك وصلاح وسوبوسلاي من افضل 5 لاعبين موجودين في بدايه هذا الموسم بالنسبه لليفربول، اعتقد فرصه بالنسبه لارتيتا اللي بيبدا المباراه برامسديل في حراسه المرمى، عوده رامسديل حراسه التشكيله الاساسيه بنوايت وصليبا وجابرييل وكيفيور الرباعي الموجود بخط الدفاع، ممكن تبقى ادوار نوعا ما هجوميه لبنوايت مع اوديجارد وجورجينيو هيبقى رقم 6 ورايس رقم 8، او يبقى رايس وجورجينيو الاثنين قدام الاربع مدافعين ويدي حريه اكتر لاوديجارد وساكا وهافرز ونيلسون. مفيش مهاجم كلاسيكي 9، ممكن هافرز هو اللي بيقوم بالمهاجم الوهمي، يبقى في زياده عدديه لوسط الملعب اكتر لارسنال. يعني بالنسبه لليفربول اليسون في حراس المرمى، ارنولد، كوانسا وكوناتي وجوميز، غياب فان دايك للتعرض للمرض، ماكليستر في اللاعب ارتكاز، جونز وجاكبو كلاعبين ربط، دياز، نونيس وإليوت على الطرف الأيسر، أكيد غياب صلاح، بعض الغيابات يمكن المؤثر على الفريق، لكن يبقى فريق ليفربول لديه الإمكانيات، لديه الشخصية لمواجهة هذه المباراة. كم من مباراة يغيب على ليفربول العديد من اللاعبين،
لكن يبقى الفريق لديه امكانيات هجوميه كبيره اكيد على مستوى الدفاع لما يغيب فان دايك يؤثر، لما يغيب صلاح على مستوى الهجوم يؤثر، لكن هذه فرصه كذلك لنكتشف قدره الفريق على التعامل في غياب نجوم كبار في مباراه خارج ميدان، وما فريق أرسنال منافس كذلك على الدوري، مهم أن نشاهد مستوى جيد. أكيد هذه المباراة سيكون أفضل من المباراة التي سبقت لأنه تقارب في المستوى، سنجد كل فريق لديه اللاعب، لديه فترات من استحواذ، لديه فرص، فستكون أمتع وأفضل على جميع المستويات هذه المباراة. كلنا نتذكر التعادل المثير بين الفريقين في 23 من شهر ديسمبر بين ليفربول أرسنال بهدف لمثله، ونحن أمام مباراة مختلفة في الشكل والمضمون وأيضا حتى في حجم المسابقة وطريقة المسابقة. شكرا لكم محمد حاتم. شوط المباراة الأول ينتهي بالتعادل السلبي، أرسنال ليفربول هناك في ملعب الإمارات. كابتن محمد أبو تريكة، في الهجمات أرسنال كان أكثر، في التسديدات أرسنال كان أكثر 5 تسديدات، في الاستحواذ أرسنال كان أيضا مسيطر على شوط المباراة الأول ولكنه لم يسجل. هناك جوانب إيجابية كثيرة عند الأرسنال في شوط المباراة الأول، ولكن برأيك الشخصي ما هي مشكلة ليفربول في هذا الشوط؟ عدم الخروج بسلاسة من كرة من خط الدفاع وضغط أرسنال الشرس والقوي، هنا أحد الفرص اللي جاية من الضغط بالنسبة لأرسنال أوديغارد. أوديغارد، فالفريق من دون كرة أرسنال شرسين وأقوياء قوي، مصعبين المأمورية تماما على الرباعي خط الدفاع وأيضا لعيبه وسط الملعب بتوع ليفربول إن يخرجوا بالكرة بسلس حتى في عملية الضغط كابتن. ما أنا بقول لك الضغط أميز ما يهم، أهم حاجة مميزة في أول 45 دقيقة الضغط الأرسنال، الأربع الثلاث لاعبين الموجودين أوديغارد كي هافرز ونيلسون، وراهم الثنائي جورجينيو ورايس قريبين من بعض، استخلاص تحول بسرعة، إنما تيجي بقى لجودة اللاعبين والقرارات في التلت الهجوم لا كي هافرز ونيلسون يجيبوا لك الضغط لو أنا اللي قاعد على مكان أرتيتا يجيبوا لك الضغط، إنما الفريق بدون كرة مميز في الضغط، تحولاته سريعة، الفينش الأخير هو اللي يعيب فقط الأرسنال، بكرة سلاسة البيلد أب سلس بيطلعوا بالكرة وبيصنعوا فرص. فأنا أشوف أن أول 45 دقيقة السيطرة والاستحواذ والشراسة والضغط المميز لأرسنال لم تترجم لأهداف، فليفربول يبقى محظوظ أنه طلع في أول 45 دقيقة 0-0. سألتك عن مشكلة ليفربول في شوط المباراة الأول. أيوة، أنه هو مش عارف يتعامل مع الضغط بتاع أرسنال، وفي التلت الهجومي ما فيش حد زي صلاح ولا إمكانيات صلاح، ما فيش حد يسحب الفريق معه، ما فيش مع حد في وسط الملعب زي سوبوسلاي تحت الضغط ياخد الكرة وينقل الكرة للتلاتة الهجوميين الموجودين. فأنا أشوف أن عدم تعامل مع الضغط الشرس بتاع أرسنال، ما فيش حد مكان صلاح، ما فيش السرعة اللي كانت موجودة بالنسبة للفريق. الحالات دي تكررت كتير قوي في أول 45 دقيقة، 5 لاعبين لأرسنال على طول ضغط مميزين قوي، في بعض الحالات المنتومان سواء أوديغارد مع كاليستر، زي جوميز برضو عنده صعوبة في عملية الضغط الموجود. فانا اشوف ان التعامل ده ما كانش تعامل جيد نتيجه الضغط الشرس والقوي وايضا المهارات او بعض غياب بعض لعيبه وسط الملعب عن حالتهم الطبيعيه بالنسبه لليفربول. يعني افهم من كلامك واحده من اكبر المشاكل التي عانى منها ليفربول في شوط المباراه الاول هو غياب صلاح، من اكبر المشاكل، وفان دايك وفان دايك الثلاثه مؤثرين. اوكي، معناتها فريق يتصدر البريمير ليج يغيب عنه لاعب واحد فقط يؤثر عليه بشكل كبير. ثلاث لعيبة من العمود الفقري للفريق يأثر على شكل الفريق، إنما ما يظهرش بهذا السوء بس، وكان غير محظوظ حتى الآن، النتيجة 0-0 وممكن تجي له كرة زي بتاع أرنولد الفخر الشوط يسجل هدف ويقول لك أنا كسبت. وكذلك أنه في نقاط قوة لفريق ليفربول لم يستعملها سابقا. ليفربول من نقاط قوته لما يخسر الكرة في مناطق الخصم يحاول أن يسترجعها بشكل سريع، فيضغط يعمل بريسينج مباشر، وحاول أن يسترجعها في مناطقه. هذا 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 طريقة كلوب دائما مع الفرق وخاصة مع ليفربول دائما على المت... وهذه من النقاط التي لم ينجح فيها، وعلى مستوى بناء الهجمة هنا نتفق بناء الهجمة أن الفريق لم ينجح في بناء الهجمة بشكل جيد. ممتاز. ظهر ليفربول بهذا المستوى. أنا أريد أن أذهب إلى وقفة، ولو إذا ما ذهبت إلى وقفة الآن سأتعرض للمشكلة. تفضل. وإذا تعرضت إلى مشكلة معناته أنتوا حتسددوا لي الغرامة؟ لا احنا أنتوا الاثنين حتسددوا لي؟ أمورك لا 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 ما فيش غرامات عندنا في القناة. ما فيش؟ لا لا، هم يقول لك تؤخذ الغرامات من الرواتب الأعلى. يعني إلى الأدنى. الأعلى إلى الأدنى. طيب عمر القناة ما بتبخس حق أحد. الحمد لله يا رب. وأنزلوا القوم منازلهم.
دائما وابدا حقيقه تقف مع الجميع. طيب هذا فيما حدث في شوط المباراه الاول مشاهدينا الاعزاء، التعادل السلبي بين ارسنال ليفربول، شوط كان مثاليا بشكل كبير جدا ولكن كانت تنقصه الاهداف، وان كانت هناك بعض الملامه على ليفربول وتحديدا كلوب الذي يلعب هذه المواجهه منقوصا بثلاث لاعبين مهمين، ولكن لمن ستكون الكلمه؟ سيناريو شوط مباراة ثاني يفترض أن يتغير بالنسبة لليفربول تحديدا كابتن، وخاصة من حيث الخروج بالكرة من خط الدفاع وأيضا لعيبة وسط الملعب مع تغييرات لجوتا وجرافنبرغ، ممكن يشكل الفريق في وسط الملعب يبقى أفضل، وحتى في التلت الهجوم الجوتا اللي عنده الحس التهديف الموجود والتمركز الجيد بالنسبة للفريق، مارتينيلي ونيكيتيا وتروسارد أوراق متوقعة بالنسبة لأرسنال، والتركيز في الفينش الأخير بالنسبة لأرسنال لأن كل حاجة كويسة في أرسنال، بدون كرة في ضغط شرس صحيح وفي تحولات سريعة، بكرة في انتشار جيد وفي سيطرة وفي استحواذ، الثلاثي بتاع وسط الملعب أوديجارد ورايس وجورجينيو قدمين شوط مميز، تركيز بس في اللمسة الأخيرة بالنسبة للفريق في التلت الهجومي، أعتقد ممكن شكل الفريق يتغير بالرغم من الغيابات التي يعاني منها ليفربول وتحديدا صلاح. عندما ركزنا على صلاح ركزنا لأنه العلامة الفارقة ربما في المباريات وفي عودة الفريق أيضا للتسجيل والصناعة. أيضا المواجهة انتهت بفوز مهم بالنسبة لليفربول بهدفين دون مقابل، سيناريو مختلف تماما عن ما حدث في شوط المباراة الأول. تحدثتم تحديدا عن الشوط الأول وقلتم بأن أرسنال أضاع العديد من الفرص كانت كفيلة بأن يجعل فريقهم متقدما في شوط المباراة الأول ويرتاح، ولكن في الشوط الثاني سرعان ما تحولت الأمور لمصلحة ليفربول سواء بالنيران الصديقة أو حتى في عملية المرتدات وإيجادتها. الفريق اللي تحسن في الشوط الثاني هو ليفربول، وده نتيجة تغييرات كلوب جوه الملعب وخارج الملعب، حط دياز ناحية اليمين، حط نونز ناحية الشمال، خلى جاك بوكا مهاجم، زبط وسط الملعب بتغييراته مع جرافنبرغ. هدف العكس بكيفيور طبعا تمركزه غلط والتعامل مع الكرة العرضية بتاع أرنولد غلط، وبعد كده جه الهدف الثاني نتيجة الاستخلاص لجرافنبرغ، وبعد كده التحول السريع بالنسبة للفريق لأن المساحات بقت مفتوحة خلاص، بقى بيروحوا بثلاث أربع لاعبين موجودين مع المهارة بالنسبة لدياز في عملية الفينش. فأنا أشوف أن الفريق اللي تحسن الشوط الثاني هو ليفربول، استغل فرصة ليفربول بغياب ثلاث عناصر أساسية من قوته الكبيرة، فأعتقد ده مكسب كبير بالنسبة لليفربول، وأيضا تحسن في أداء على المستوى الدفاعي وعلى المستوى السرعة في التحولات الهجومية بالنسبة لليفربول. الخسارة دي هتحط ضغوط أكتر ما هي كانت موجودة على أرتيتا، لأن زي ما بقول لك الغيابات دي بتواجد الفريق وعندك كانت فرصة أن أنت تكسب وتلعب على ملعبك، كانت ربما فرصة للفريق أنه يعود للمسار الصحيح، إنما أعتقد هنا التغييرات الموجودة في وسط الملعب هذه نقاط التحول كابتن بالنسبة لليفربول. غير كده طارق في الملعب هو حط في بداية الشوط الثاني حط دياز ناحية اليمين وحط نونز ناحية الشمال وخلى جاكبو، بعد كده جاكبو طلع جوتا، وبعد كده ماكليستر ونزل جرافنبرغ، ماكليستر لسه جاي من الإصابة. هذا الولد في نص الملعب أعتقد أنه يدى توازن وقوة كبيرة بالنسبة للفريق، برادلي مع كلارك اللعيبة الموجودين لاعبين شباب مع إليوت، غياب إليوت وجونس أيضا في عملية أنه دايما يبقى نشاط موجود في وسط الملعب، فأعتقد أن إدارة مميزة بالنسبة لكلوب خاصة في الشوط الثاني واستغلال الفرص في عمليات التحولات السريعة والهجمات المرتدة السريعة، وعشان كده سجل هدفين، والهدف الثاني نتيجة للشغل والتحول السريع بالنسبة للفريق. نعم. انا اولا مين اللي كانوا اداء افضل في هذه المباراه طوال 90 دقيقه يا كابتن حاتم؟ ارسنال. مين اللي كانت فرصه اكتر؟ مين اللي وصل لمرمى الفريق الثاني اكتر؟ ارسنال. في شغل مدرب يا كابتن طارق، شغل المدرب اللي انا وصل اللعيبه دي والفريق ده للثلث الاخير، وانت بقى وجودتك وانت ولمستك وانت وابداعاتك، فما ينقص ارسنال هو الابداع في الثلث الاخير. الساكا، مارتينيلي، جيسوس، هافرز مش هدافين، كل دول مش تسعة. ايوه ومش هدافين، مش هيجيبوا لك كل موسم 15 20 هدف، مش زي صلاح ولا ماني، دول لعيبه خطيرين بس مش هدافين. هنا مين اللي هتبقى المحاولات اكتر؟ 18 ارسنال. صح. مين الاستحواذ اكتر؟ ارسنال. مين اللي فاز؟ ليفربول. ليه؟ زي ما قلت لك عنده لعيبة مميزين في التلت الأخير، حاسمين، قراراتهم سريعة، إنما النوعية اللي موجودة في الهجوم اللي بتوع أرسنال اللي زي مشكلته زي الموسم الماضي، وأرتيتا عنيد، أنت محتاج تسعة يترجم لك فرصك، اصرف، مش عيب، مش أنت مش بجيسوس ولا نيلسون ولا كي هافرز ولا مارتينيلي ولا ساكا تقدر تاخد بطولة من كلوب أو دوري من كلوب ولا جوارديولا.
فانت محتاج نوعيه مختلفه في التلت الهجومي، التلت الاخير لعيبه صحاب زي ما قلت لك خارج الصندوق، فكر خارج الصندوق. هل موجود عندك النوعيه دي في اللعيبه دي؟ لا لا، اللعيبه النوعيه دي موجوده هتوصلك ليه تبقى تنافس في الامطار الاخيره او في المواقف الصعبه واللي تخرجك من ازمه النتائج الاخيره. مهاجم تسعة هتجيب في يناير تسعة هتقدر تنافس، غير كده الامور هتبقى صعبه ليك يا ارتيتا. صحيح، الحلول اللي عندك والامكانيات اللي عندك والجوده اللي عندك في الناحيه الهجوميه مش هتساعدك. هو زي ما قلت لك الاداء اداء ماشي عادي واداء كويس وبتخلق فرص، فين بقى صاحب اللمسه الاخيره؟ معظم القرارات اللي بتاعت النهارده في طوال ال 90 دقيقه قرارات خطا، صح، ولا في التنفيذ وفي التوقيت. انا لو مكانه قلت له يعديك والله يجي لي ضغط، يجي لي ضغط من اللعيبه دي. بس هي في الاول والاخير يا طروق امكانيات وجوده. انا مش هطالب مثلا لعيبه نص كم تعالى جيب لي اخلق لي من فرص او اصنع لي من شيء شيء، هي امكانيات كره القدم امكانيات. فالامكانيات اللي وصلت لك عندك دي الجوده اللي ارسنال دي، أيوة، هتقدر تنافس، تقدر تنافس، انما ما تنتزعلكش. نعم، بطولات في فرق ان انا اوصل للمنافسه وانتزع بدون تسعه وبدون حلول هجوميه ارتيتا انسى. ممتاز. الى اي مدى ترى ايضا بانه يورغن كلوب هذا الموسم تحديدا قد استطاع ان يغير الشكل العام بالنسبه لليفربول؟ هو الموسم ده الموسم الثامن بالنسبه له، الناس كانت بتقول لك الموسم السابع هيبقى عقده ليه. انا قلت لازم تدوا له فرصه لانه ما فيش كلوب ثاني، هو كلوب واحد. ايه اللي حصل من بدايه هذا الموسم؟ هو غير كل معظم اللاعبين بتوع وسط الملعب وكلهم اضافات مميزين، سواء ماكليستر، سوبوسلاي، جرافنبرج، وعنده صلاح هداف، واستعاد الفريق الريتم العالي. سيبك من مباراه النهارده، الريتم العالي في معظم مبارياته، وحاجه ثانيه خاصه بالريتم واسلوب الفريق استرجاع الكره بسرعه. سيبك برضو من ماتش النهارده، اتفرج على نيوكاسل، ماتش نيوكاسل استرجاع الكره بسرعه والريتم السريع وبتاع. فهو استعاد نقاط قوته، نقاط قوته في اسلوبه مع تغييره لوسط الملعب، الشكل بتاع الامكانيات بتاعت وسط الملعب، وصل ليفربول اللي احنا متعودين عليه في المواسم السابقه اللي كان بينافس مع هو وجوارديولا، والفرق يبقى نقطه ونوصل للجوله الاخيره ما تعرفش مين اللي هياخد الدوري. فهذا الموسم يعتبر نجاح كبير بالنسبه له، فكرنا بالمواسم السابقه اللي كان في احسن حالاته، بجانب استرجاع بعض النجوم وخاصه على الجانب الدفاعي فان دايك، الصلابه الدفاعيه الموجوده للفريق مع اليسون طبعا علامه فارقه. فدي العناصر الاساسيه اللي قدرت ان مدرب زي كلوب في هذا الموسم يرجع للعصور او المواسم السابقه اللي كان فيها التنافس كبير بالنسبه له. الاستمراريه مهمه. اوكي. الاستمراريه مهمه. هل هو عنده امكانيه الاستمراريه على المنافسه؟ اه. أوكي. في كل الاتجاهات وكل البطولات؟ اه. اذا وجدت هذه الاستمراريه كابتن بنسبه كم في المية ليفربول بطل الدوري؟ اذا استمرت هذه الاستمراريه اللي نشوفها في ليفربول اليوم. انا لسه عندي كلامي، ثلاث فرق هيبقى لهم نسبه كبيره في عمليه المنافسه وياخذوا اللقب. ارسنال، سيتي، ليفربول. برغم سوء الاداء بتاع الارسنال في الفتره الاخيره انسى، انما لو جاب تسعة هيستمر. كلهم 33% كابتن بنسب ممكن متفاوته شويه، السيتي اقرب وبعد كده ليفربول وبعد كده ارسنال، انما الثلاثه عندهم الامكانيه ان يقدروا ينافسوا على لقب الدوري. خلي بالك يا طارق، الموسم ده ليفربول اول مره يكسب حد من السته الكبار. ليفربول سته، في سته كبار موجودين في الدوري الانجليزي، اول مباراه يكسبها من السته الكبار هذا الموسم ليفربول في بطوله الكاس. في الدوري ما كسبهمش، صحيح، خسر من توتنهام وتعادل مع بقيه الفرق. نعم، تعادل مع ارسنال 1-1. ارسنال مع السته الكبار اول خساره ليه. ارسنال هذا الموسم مع السته الكبار اول خساره ليه. فالفريق عنده امكانيات. هل له نواقص؟ اهم ظاهره سلبيه عنده هو الهجوم، ارسنال. اه، غير كده الامور هتبقى صعبه. فالشغل المدرب، صحيح، كأداء جماعي وانتشار واستحواذ وسيطرة وفرص، هو من أفضل الفرق، مش من أسوأها. بس في حاجة تكمل هذا الشغل أو تتوج هذا الشغل، وهو رجل الأهداف، رقم تسعة يترجم لك كل حاجة. هل الفريق، بالنسبة لي الفريق أقل، أرسنال أقل من المتعة عن الموسم الماضي، بس هل الفريق نضج؟ آه نضج. طيب، هل الفريق عنده خبرات؟ آه، بس محتاج تسعة. لو تسعة موجود اعتقد هيتوج شكل المجهود. انا اعطي مثال على قولي انه السيتي افضل. محمد كان في الاستوديو مباراه سيتي وليفربول التي لعبت في الاتحاد السادس. سيتي اكتسح المباراه يكاد يكون 90 دقيقه كان الطرف الافضل، كانت فرص يمكن افضل واوضح من الفرص التي كانت في مباراه اليوم.
كم انتهت المباراة؟ تعادل. هذا ما أردت أن أبين لك، ما معنى أن سيتي أفضل من الكل، لكن لا يعني أنه بمعنى أنه أفضل أنك تفوز أو تفوز بالدوري. لكن سيتي معنى لما تشاهد الآن والأوراق التي استعادها غوارديولا، مع أنه الفريق الآن مستمر في بعض المباريات الجيدة، وأعتقد إذا استمر في سلسلة النجاح هذه من الصعب أن يوقف فريق، من الصعب، ولو أنه وارد أنه يوقف فريق، وأفضل من ليفربول بمراحل وأفضل من فريق الأرسنال، لكن خسر مع أرسنال السوبر مثلا وكان الأفضل. لو كان الأرسنال اليوم على سبيل المثال يمتلك هالاند مثلا أو صلاح، ممكن يكون متصدر الدوري ايضا بفارق نقطي ليس بالقليل عن البقيه. لو عنده النوعيه اللي انت قلتها دي، أيوة. المباراه دي تخلص 4-2 لارسنال. صحيح، لاحظ 4-2. ها ايوه، ما هو جه في جولين. انما هيترجم فرصه لاهداف غير كده، لان زي ما قلت لك اعيد 100 مره ليك يا طارق وللساده المشاهدين، الكوره امكانيات، مهما يشغل المدرب وحظ ايضا يا كابتن وجزء من الحظ، بس طبعًا. في الاول وفي الاخير هي امكانيات الجوده الذي يشتغل. أيوة. جوده ما اقدرش اطالب لا يكلف الله نفسا الا وسعها. فانت يا عم ارتيتا الحلول اللي عندك دي هتوصلك للبر، هات بقى اللي يوصلك لجوه المحيط لتنافس كلوب وتنافس جوارديولا، اصرف مش عيب. اوكي كابتن، يبدو كل اللغات الخطابيه الموجهه للانديه يفترض ان تتوجه للملاك وليس للمدربين. انا متاكد 100% ان ارتيتا وغيره هو يريد ان يستقطب لاعبين على مستوى عالي، ولكن الملاك هم المشكله. لا هو عنيد. في كثير من الفرق لا 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 اليوم هو عنيد، هو عاوز يقول انا هكسب دوري بفكرتي، هكسب الدوري بجيسوس ونيكيتيا ومارتينيلي وساكا. استحاله يا حبيبي. طيب استحاله، عندك هالاند والتاني عنده كلوب، عنده صلاح ونونز ودياز، لا مشكله. ماشي، خلونا نسمع العم ارتيتا بيقول ايه بعد الخساره بتاعته اللي خسرها النهارده 2-0 من ليفربول. ايه رايك وانا بتكلم مصري؟ انت قلبت مصري ليه؟ يا عم روح لارتيتا. وارحب ايضا بالزميل العزيز مهند الجالي والذي سيكون معكم مشاهدينا الاعزاء في كاس فرنسا في هذه المواجهه. مهند مساء الخير. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. كابتن محمد ازيك يا كابتن؟ بالمناسبه مهند الجالي هو صاحب الأداء الأفضل في عملية الدايت، كل ما قابلته قال لي أنا عامل دايت، هو أفضل واحد يعمل دايت في القناة صراحة. مش دايت بس محافظة أكل لا داء ودايت كمان، خصوصا احنا في شهر واحد كاس آسيا كاس أمم أفريقيا، الواحد يكون فت. صح كابتن ولا انت قاس طول الوقت معنا؟ بارك الله فيك كابتن، ينصر دينك يا كابتن. شكرك حال. حياك الله يا مهند، أهلا وسهلا كابتن. الله يعطيك الصحة، موفق إن شاء الله. بالمناسبة سألتهم على أفريقيا ولا وجدت الإجابة المناسبة، قلت لهم من تتوقعون أن يكون صاحب الحظوة في البطولة؟ محمد أبو تريكة قال إحنا متعودين في مصر على البطولة. كابتن حاتم طربوزة كان له رأي أخر، بس عشان حسيتكم ما نخرجش من الدور الأول. أنت إيش تقول؟ بالمناسبة كلاهما توج باللقب. صحيح 2004 حاتم والكابتن تريكة. بسم الله ما شاء الله. ما شاء الله. كم بطولة كابتن؟ أنا 2006 2008 6-8 ما شاء الله. وعشرة كان مصاب أعتقد. صح؟ كنت مصاب بس صحيح؟ بركة في الشباب ما شاء الله. ربما السؤال هو هل في أمل لمصر وتونس ولا في فرق شاسع مع منتخبات مثل السنغال؟ لا السؤال مو هذا، السؤال من الأفضل في المنتخبات العربية الأربعة برأيك؟ المغرب أفضل من مصر؟ حاليا في أفريقيا المغرب سيمي فاينل كأس العالم، صح ولا لا؟ تصرف معي يا كابتن. لا عادي عادي، ده رأيه. تصرف معي. أنا راجل ديمقراطي. يا بعد الهوى بعد الهوى يا كابتن. تحت الهوى. بعد الهوى تحت الهوى لك على.